مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. في حدث يهم الكثير من هالقطر، بدأت وزارة البيئة أمس تلقي طلبات التخييم عبر موقعها الإلكتروني اللي خصصته الوزارة، حيث شهد اليوم الأول إقبال كبير من قبل الراغبين بالتخييم الذي سينطلق في 28 من هذا الشهر. نعم، للتعرف على تفاصيل التسجيل الموسم الجديد معنا في الاستوديو الليلة السيد عمر سالم نعيمي، مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة. مرحبا وسهلا فيك معنا يا أبو سالم. مرحبا بك، الله يحييك ومسيك بالخير، مسي إخواننا المشاهدين بالخير إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا فيك. إحنا أبو سالم إن شاء الله بنعطيك، عندنا أسئلة كثير وعندنا يعني استفسارات كثيرة عن التخييم، ولكن مشاهدينا الكرام في عندنا تقرير بس يوضح موضوعنا اليوم، نتابع هذا التقرير وراجع لكم. ما أن تبدأ الأجواء المناخية بالتحسن ومع دخول شهر أكتوبر من كل عام، تبدأ الاستعدادات لموسم التخييم الذي يمثل فرصة للعودة إلى حياة البر بعيداً عن ضوضاء المدينة. وزارة البيئة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تسعى من خلالها لكون موسم التخييم هذا العام متميزاً وملبياً لحاجة المخيمين. الرابع عشرة من أكتوبر كان اليوم الأول لبدء تلقي طلبات التخييم عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين بالتخييم. في 28 من هذا الشهر سينطلق موسم التخييم بعد استكمال عملية التسجيل على مواقع التخييم، وشهدت وحدتا الوكرة والدوحة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في أول أيام التسجيل لموسم التخييم الشتوي، حيث افتتحت وزارة البيئة وحدة التسجيل في مدينة الوكرة للمرة الأولى أمام المواطنين للتسهيل عليهم. سيلين وخور العديد تصدرتا طلبات التخييم لما تحظيان به من سحر الطبيعة البحرية والبرية، حيث يحرص المواطنين على التخييم بتلك المواقع الساحرة. يمثل التخييم فرصة للعودة إلى الطبيعة والبيئة الساحرة التي تتمتع بها قطر مع دخول فصل الشتاء. رجعنا لكم مشاهدينا مع السيد عمر سالم نعيمي. سيد عمر، يعني الحين ما شاء الله بدأت الطلبات تهل عليكم في أوائل الأيام وخلاص ما تبقى شيء على التخييم، ودنا نعرف استعداداتكم لبداية الموسم. والله الاستعدادات بدأت من فترة، يعني بداية في تجهيز المواقع للتسجيل، تجهيز شروط للتسجيل، طباعة الشروط عشان توزيعها للمخيمين، طباعة الأرقام، يعني بدأت الاستعدادات، الاجتماعات مع الجهات ذات الاختصاص يعني أو ذات الصلة في موعد موسم التخييم. نعم. أبو سالم، يمكن ذكرت أو بدأ التسجيل من أمس. نعم. اليوم هو اليوم الثاني. نعم. شلون ماشي عملية التسجيل؟ والله الحمد لله، يعني بدأت عملية التسجيل الأمس يعني من الساعة 8 صباحا، بدأ يعني الناس توافدون على الوحدات اللي خصصناها، تقريبا 5 وحدات عندنا في الشمال وفي الأخرطيات وفي مدينة المرة اللي هي وحدة الريان وفي وحدة الدوحة في الماريوت وفي الوكرة. السنة فتحناها جديدة حق المواطنين اللي يسجلون عن طريق الوكرة، وبالإضافة إلى موقع الوزارة، بالإضافة إلى المواقع الخدمات الإلكترونية في منطقة الوكرة، في منطقة مسيمير، وفي منطقة المصلال ومركز الزبارة. كم لحد الآن كم عدد المسجلين؟ تقريبا اليوم يعني وصل العدد، نقول لك لين يعني دوام اليوم ممكن تقريبا لين 900 هو عدد عليه. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب الحين هل في إمكانية أن أنا مثلا أسجل على نفس الموقع اللي سجلت فيه العام؟ لا، السنة سوينا نظام شوي يعني عشان بس ما يحدد، يعني يقول الشخص ايش معنى فلان ياخذ في الموقع الفلاني وايش معنى فلان. احنا حطيناها يعني للتوضيح للناس، ويعني من خلال الموقع نفسه خذينا موقع الاحداثيات اللي السنة اللي فاتت الناس اللي خيموا. هذا بالنسبة للمخيمات الشاطئية في المنطقة الشمالية.
وحطيناها في السيستم. فالشخص يختار يعني بشكل عشوائي او بشكل يعني انه ياخذ موقع في الموقع يطلع له الاحداثيه نفسها، بس يعني مو بانه يعني يختار الموقع نفسه او يختار الموقع، يطلع لك موقع في الموقع اللي طلبته، يعني مثل الغاريه والمفير ومثل المرونه وفيرط، مثل راس مطبخ وعريده، هذه الاماكن اللي عليها يعني مثل ما تقول مناطق ضيقه، او الشاطئ يعني بسيط، يمكن اكثر شاطئ يمكن كيلوين كيلوين ونص هالشكل. يعني صحيح. يعني قصدك ابو سالم انه مثلا انا عندي احداثيتي للتخييم السنه اللي طافت. نعم. انا مخيم فيه. نعم. ما اقدر انا اخذ نفس الاحداثيه اطلب نفس الاحداثيه؟ لا احنا ولا انا بس اطلب المنطقه. تطلب المنطقه الاحداثيه اللي سكنت فيها. مثلا انا بقول في الغارية. نعم. الموقع انتم تحددونه. اي نعم، مثل ما تقول الغارية تشيل 60 او 70 موقع. نعم. مخيم. احنا خذينا المواقع المخيمات اللي السنوات اللي راحت وحطيناها في السيستم، فالشخص يختار واحد من المواقع هذه بس. نعم. ما يحدد يعني وين الموقع. نعم. جميل. طيب احنا معانا تقرير عن شروط التقديم، نوريه حق مشاهدينا ونرجع نكمل باذن الله ان شاء الله. مشاهدينا نحب نذكركم ان وزاره البيئه حددت شروط عده لمنح رخص التخييم. لمزيد من التفاصيل عن هذه الشروط وابرز الاماكن المخصصه للتخييم الذي يستمر حتى 18 من ابريل 2015، تابعوا هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا. أعلنت وزارة البيئة عن بدء موسم التخييم لهذا العام، والذي سينطلق في 28 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 18 أبريل 2015. وحددت الوزارة شروط عدة لمنح رخص التخييم، أبرزها 1- أن يكون الترخيص بالتخييم في الموعد المعلن رسمياً. 2- أن يكون طالب الترخيص قطري. 3- أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 20 سنة. 4- أن يسدد رسوم التأمين للتخييم وقدرها 10,000 ريال. أبرز أماكن التخييم: سميسمة، راس النوف، راس مطبخ، ذخيرة، المرونة، فويرط، الغارية، المفير، عشيرج، أم ملمة، المزروعة، أم لفاعي، الهشم، روضة عاشة، روضة راشد وزكريت وبروق والسرية والخرايج، سلوى، سيلين، العديد، النقيان، الخرارة، المايدة، الزبارة، الغشامية. وزارة البيئة أكدت على المخيمين ضرورة الالتزام بالتالي: 1- عدم وضع كباين ثابتة على الأرض. 2- عدم التخييم في الوديان والروض. 3- الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع والقرى والشواطئ. 4- مراجعة الجهة المختصة قبل وضع المخيم وبعد الانتهاء من التخييم، كما يمكن التسجيل وسداد رسوم تأمين التخييم من خلال هذا الموقع الإلكتروني. شفنا مشاهدين هذا التقرير وشفنا شروط التخييم أبو سالم، يعني يمكن عرضنا شيء من الشروط، لو تكلم عنها بالتفصيل. إن شاء الله شروط التخييم تنفصل من شروط برية وشروط بحرية، يعني تجتمع في بعض الاشتراطات وتختلف في بعض. من الاشتراطات التي تجتمع فيها أن يكون مقدم الطلب يكون يعني قطر الجنسية، أن يكون عمره 21 سنة، أن يكون قد يعني قام بدفع التأمين، يلتزم بالمواعيد المحددة للتخييم، الأبعاد مثل يعني البعد بين المخيم والمخيم في المخيمات البرية 300 متر، البعد بين المخيم في المخيمات البحرية 20 متر. في اشتراطات ثانية اللي هي أن يكون مفتش البيئة، يعني ما يمنع مفتش البيئة اللي هو صاحب التخييم من الدخول في المخيم اثناء يعني فتره اللي يكون موجود فيها صاحب التخييم، يعني اثناء الدوام الرسمي. ثاني شيء في الاشتراطات ان يكون يعني عدم استخدام الطيران الشراعي من المخيمات، فيها اماكن مخصصه خصصت من قبل الجهات المعنيه يجب ان يلتزم فيها المخيم. منها ان يعني يلغي التصريح اذا ما استخدم خلال 30 يوم من بدء عمليه التسجيل.
في مثل ما قلت لك اشتراطات يعني 30 يوم ما دفع التامين او ما استكمل اجراءات تخييمه. لا هو التامين اندفع مباشره، لكن اذا ما قام بوضع المخيم من 30 يوم من استغلال من اصدار الرخصه يلغي التخييم. طيب ابو سالم، الحين دفع التسجيل ودفع التامين واستكمال الاجراءات ايش كثر تاخذ وقت، ومتى انا يوصلني مثلا الموافقه على الموقع او الاحداثيه؟ هو العملية ما تستغرق يعني يمكن يعني على طول تدخل على الموقع أو عن طريق الوحدات اللي ذكرناها، يعني فترة يمكن 3-4 دقائق يعني تدفع التأمين وتستلم الوصل على طول. بس الموافقة متى تجيني؟ معاها على طول في نفس الوقت. في نفس الوقت. نعم. وتحديد الموقع أبو سالم. تحديد الموقع كله تحدد في الوصل نفسه. اللي هي يعني لما تدخل البطاقة الشخصية والاسم والموقع اللي حددته يطلع لك الايصال شامل كل اللي طلبته انت. نعم. طيب. بالاضافة الى دفع التأمين. يعني الحين انا لو دخلت الموقع ومثلا طلبت منطقة من المناطق وكان عليها اصلا ضغط، هل الموقع بيعطيني وصل عنها ولا بيقول لي مثلا اختار منطقة ثانية لان هذه تم الاكتفاء؟ لا اذا تم الاكتفاء يعطيك انه لا يوجد شاغر في الموقع، فعليك ان تختار موقع ثاني المناطق المفتوحة. نعم. ابو سالم، يمكن يعني تكلمت عن الاشتراطات التخييم، هل في شروط جديدة هذه السنة انتوا قمتوا بها يعني او اصدرتوها؟ وثاني شيء بنعرف اكثر الاماكن اللي عليها كثافة في التخييم من خلال خبراتكم. ان شاء الله من الاشتراطات اللي يعني اللي حطيناها السنه الجديده، او يعني كل الاشتراطات تقريبا 90 أو 85% نفس الاشتراطات، بس من الاشتراطات اللي ذكرتها قبل شوي اللي هو انه يكون يعني يلغي التصريح خلال 30 يوم والاستخدام الطائرات الشراعيه هذه لانها يمنع استخدامها في المخيمات البريه والبحريه ومنها دخول المفتش اثناء يعني الدوام الرسمي او اثناء وجود صاحب المخيم في المخيم، يعني الاطلاع على يعني التزام الاشتراطات الموجوده. هذه يعني بالنسبه لتغيير الشروط. يمكن مثل ما ذكرت تحديد المواقع يكون عن طريقكم انتم، المنطقه انا احددها ولكن الاحداثيه انتم تعطوني اياها. اي نعم، الاحداثيه موجوده في الموقع نفسه يعني مثل ما قلت لك يطلع لك اللي صار حتى الاحداثيه في هذا. بالنسبه للمناطق اللي ذكرناها اللي هي راس النوف واسميسمه وراس مطبخ وعريده والغاريه والمفير، هذه المناطق الشاطئيه. نعم. هذه يطلع لك الوصل مسجله فيه الاحداثيه. زين شلون اعرف موقع مخيمي بالضبط؟ هل اتواصل معاكم ولا نعم. كيف؟ هذا احنا بننوه على بس النقطه هذه انها يعني ما حد ينزل الا عن طريق الوحدات الخارجيه، يعني انت لما تطلب موقع معين كل وحده عندنا لها حدود جغرافيه. أي. يطلع صاحب المخيم مكتوب حتى في الوصل انه يراجع الوحده عشان بس الاستدلال على الموقع للتخييم. اي نعم. فيطلع معاهم عشان بس يسجلون له الطلب ويطلع معاهم عشان يحطوا له الموقع. يعني في التاريخ المحدد ينزل في الموقع اللي حددوه له. نعم. يعني يتم تحديد الموقع من قبل المخيم ومن قبل الوحده المعنيه. نعم. طيب الواضح ابو سالم هالسنه ان انتم يعني ضبطوها من جميع الجوانب على اساس ارضاء الجميع. ان شاء الله. هل في اولويه لمنح التخييم او مثلا يعني انا متعود ان انا اخيم في هالمكان، هل ينفع ان انا اخيم فيه مره ثانيه ولا ما يصير، او الاحداثيه بعيده عني؟ لا، اذا كان الاحداثيه مثل ما قلت لك الاحداثيه تحدد موقع التخييم، فيعني ما نقدر نقول لا انه بيخيم الشخص نفسه، احنا ملتزمين بعدد معين في المواقع. صحيح. ملتزمين باحداثيه معينه. نعم. فالموقع يشيل مثلا 40-50 مخيم، يعني الطلبات عليهم 200-300، فيعني خلاص هو شل ال 50 هذولا. فال 50 كل واحد محدد باحداثيه معينه، يعني مو بانه يعني يلتزم بالشخص او المخيم السنه اللي فاتت في نفس الموقع، لا ملتزم باحداثيه معينه. احداثيه جديده ما لها اي بس انها نفس الاحداثيات اللي السنه اللي فاتت، يعني ال 50 ولا ال 20 ولا ال 30 الموقع هذه ماخذينها من السنوات اللي راحت يعني. نعم. جميل. يمكن ابو سالم يعني اكيد انه صار في عندكم انتم ناس ممنوعين من التخييم لعدم التزامهم بالشروط وموجودين عندكم في خلينا نقول القائمه السوداء. نعم. او البلاك ليست، هاي شلون تتعاملون معاهم انتم؟ هذه كل اللي خالفه في السنوات السنه اللي فاتت يعني قبل من الاجراءات اللي الاحترازيه قبل موعد التخييم وضعوا في النظام التخييم اللي عندنا، فيعني للمنع من دخول من تسجيلهم السنه هذه. نعم. طيب ابو سالم، احنا ودنا نعرف شروط الامن والسلامه الواجب توفرها في كل مخيم وشلون انتم تتم متابعتها من خلالكم؟
شروط الأمن والسلامة موجودة في من ضمن التصاريح اللي إن شاء الله بتوزع على جميع المخيمين، بالإضافة إلى موقع الوزارة، منها يعني عدم إشعال النار يعني وتركها يعني يقعدون عليها في الليل وعقب يخلونها مفتوحة يعني عدم تطير الضوء أو تطير الشرار للمخيمات، يعني يجب أن تدفن النار يعني بشكل تام، بالإضافة إلى عزل المطبخ يكون معزول يعني عن موقع التخييم، يكون معزول عن الخيمة نفسها يعني لها زاوية معينة. نعم زاوية معينة، ما يكون يعني النار قريبة من الخيمة، الغاز يكون يعني بالنسبة للتسليك أو توصيل التيار الكهربائي في المخيم يكون يعني بالتزامات معينة أو بشروط معينة موجودة، كل التعليمات الأمن والسلامة موجودة بالاشتراطات. سالم هاي أنت يعني من ضمن طبعا أنتوا حددتوا للشخص الموقع والحداثية جاي يخيم، بعد ما يخيم أنتوا تجون تلاحظون هذه الأمور حتى هل تلاحظون بس المخيم ولا بعد احتياطات الأمن والسلامة يكون لكم دور أنتوا في تحديد في الإشراف عليها؟ الأمن والسلامة تعتبر يعني يلتزم فيها الشخص نفسه لسلامته هو، يعني احنا يعني مو بدنا نقول له والله ملزومة يعني إلزامية بقدر ما هو يعني لسلامته، لسلامته هو، سلامة الأطفال، سلامة يعني الأسرة اللي بتجي حق المخيم. فاحنا حطيناها له الاشتراطات تكون موجودة، تعليمات الأمن والسلامة موجودة على الاشتراطات يعني يطلع عليها قبل يحط المخيم. نعم احنا نتمنى الامن والسلامه للجميع، لجميع المخيمين هذه هذا الموسم باذن الله وكل المواسم. السيد عمر بن سالم نعيمي مدير اداره الحمايه البيئيه بوزاره البيئه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، الله يبارك فيك. وجهك وجهك، الله يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام، عقد مؤتمر صحفيا في جامعه قطر اليوم، تم خلاله الاعلان عن المؤتمر الدولي الرابع لابحاث معالجه الغاز بحضور عدد من الخبراء الباحثين المتخصصين في هذا المجال. نعم المؤتمر بيقام خلال الفتره من 25 الى 28 اكتوبر 2014 في فندق جراند حياه قطر، تفاصيل اكثر عن هذا او في هذا التقرير. تم الإعلان عن المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز خلال مؤتمر صحفي عقد في جامعة قطر بحضور عدد من الباحثين في الجامعة وممثلين عن أبرز شركة النفط والغاز. ويشارك في المؤتمر الذي ينطلق في 25 من أكتوبر عدد من الخبراء والمختصين في معالجة الغاز. المؤتمر الرابع فيه ثلاث ميزات إضافية. الأولى هي أن بعض الأوراق العلمية سيتم نشرها في مجلة عالمية، طبعا هذه الميزة راح تساعد باستقطاب كثير من الباحثين سواء هذا المؤتمر أو المؤتمرات القادمة. الميزة الأخرى هناك ندوة خاصة بالصناعة تم إضافتها، والميزة الثالثة هي ندوة خاصة بالطلبة سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا، كذلك تم وضع ندوة أو جلسة خاصة للتحدث عن تقنية معالجة المياه الصناعية أو اللي يسمونه البروديوست ووتر، مما لا شك فيه أن ساعدت المؤتمرات السابقة في المؤتمر الأول والثاني والثالث لأبحاث الغاز في تطوير كثير من الأفكار وتطبيقها في أبحاث علمية. يسعى المؤتمر بالدرجة الأولى إلى وضع الحلول للعديد من التحديات التي تواجه قطاع صناعة الغاز، وسيتخلله جلسات حوارية ونقاشية مع متحدثين بارزين ومتخصصين ونقاشات لأوراق بحث مقدمة من بعض الحضور. هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا أو المشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاج ترحيب. وتميم وانا يبي لي يومين ثلاثة أيام أقدم معاك عشان فقعت اليوم انت. صحيح مشاهدينا، وعبر الانستغرام تقدرون تتواصلون معنا على الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وفي أمان الله، مع السلامة.